بابا بترجيك خليني روح شوفه، هالفرصة الوحيدة اللي عندي إياها قبل عرسي لأسمع شو عنده يقول. يمكن عن جد يكون ندمان وبده يغير حياتنا ويرجع. بابا بترجيك فكر منيح، إذا ما رحت شفته اليوم يمكن نندم كل حياتنا. روحي بنتي روحي. شو عم تحكوا انتو؟ إيه احنا ما صدقنا امتى حياتنا يا وجود بلشت تستقر، بتيجي هلا باخر لحظه بتخربها. روحي بابا شوفي وقطعي الشك باليقين وما تخلي مجال للندم او عذاب الضمير. روحي حبيبتي روحي. ماما خليني اتاكد من قراراتي سامحيني. ليلي ها إذا بتريد فؤاد مو جاي على بالي اسمع شي. تصرفك كلياته غلط بغلط، إذا لسه عندك أمل إنه ابنك يرجع لك مو مشكلة، بس هدول الجماعة شو ذنبهم؟ إذا عرفوا هالشي شو رح يتصرفوا؟ شو رح يساووا؟ حازم حبيبي انت بتعرف انت شغالي علي، يعني انت عندي اغلى من الكل، مشان هيك انا ما بدك تستعجل. يعني على شو العجله؟ لسه قدامك فرصه، فكر منيح. ما صار شيء. ما بعرف يا عصمت، ما بعرف اذا هذا القرار اللي اخذته صح ولا غلط. ما بعرف، حاسس حالي ضايع ما عم بعرف شيء. يعني ريم ما عم بقدر انساها، بس بالنهاية يعني نايا حدا منيح، يعني أم منيحة ممكن تكون لنور. إن شاء الله يعني هذا القرار يكون صح ما هو غلط. هلا هذا الحكي كله ما بكفي. شو يعني أم منيحة ممكن تكون لنور؟ أي وحدة ممكن تكون أم منيحة لنور؟ بس أنا اللي بدي أقول لك يا أنت مشاعرك قلبك حسيسك تنسيتها لريم؟ هي رح تقدر تكون محل ريم؟ رح تقدر تعيش مع العمر كله؟ رح تقدر تكون أم ولادك؟ حظ اعطيني بالبحر رميني، وحدي صحح لا تتجوز مرتين، وحدي لهلا ما طالت شي. يا ريت ما خليناها تروح، يمكن غلطنا. ليليا أنا ما تركت نايا تروح من شاني، أنا تركتها تروح من شانها هي، مشان سعادتها وراحة بالها، حتى تكتشف الحقيقة بنفسها. ولا تنسي إنه نايا لسه عندها أمل إنه سامر يرجع لها، وأنا ما بدي إياها تندم بعد ما تتزوج. أنت متأكد إنك بعدتها من شانها هي؟ ليش ما عم صدق؟ ليليا صدقيني ما رح اقدر انسى. سامر ابني من لحمي ودمي، كيف بدي انساه؟ مو معقول. صحيح انا اندفعت بعواطفي وفرحت لما رجع، بس يعني سامر ابني وهذا شيء طبيعي. بعدين لا تنسي سامر مهما صار بضل ابني وابنك. يا حبيبتي فقدنا لك كثير. وانا اشتقت لكم كثير. نحن كمان كثير اشتقنا لك. ليك يا حبوبتي بس تخلصي فحص إلك مني أحلى مشوار ولحالنا، منيح هيك؟ عن جد؟ لك طبعاً عن جد، أنا كملة رح حلوة عندي. وين ماما؟ بدك تحكي مع ماما؟ لك إلا جنبي، تفضل احكي معك. ألو، أهلين حياتي كيفك؟
أهلين ماما، كيفك أنتي؟ أنا منيحة ومشتاقت لك يا روحي، مع أني زعلانة منك لأنه اتفقتي أنتي وأبوكي علي. ما عاش اللي بده يتفق عليكي. كيف دراستك؟ تمام. بدي علامات عالية ها؟ ايه وتكرم عينك، ما تقبلي غير نتائج بترفع الراس. ما بينخاف عليكي. طيب يا روحي، تبعي على حالك. باي. باي ماما. بتعرفي غسيت لها لهالبنت؟ يعني معقولة ما تحضر عرس امام اثنين؟ منيح اللي اهلك مو اهلي. لو اهلي عاملين هالعملة وبنتك عندها فحص، اي والله كنتوا جرستوني. وحدي الله سمح، شغلة وصارت، ما بدنا نوقف عندها. على اساس انا على طول بوقف عند القصص، ما هيك؟ لا بس في شيء عم بيصير معنا مريحني على فكرة. لك الله يخليكي لا تشلشيني، اللي فيني مكفيني، في شيء صاير؟ هلا انت ليش بتضلك تحمل هم؟ مو صاير شيء. كل القصة اني رحت لحتى اطمن على حازم ما لقيته بغرفته. سألت عنه قالوا لي طلع من الفندق، فشغل بالي بس. كان عم يقول لي كرم انه حازم متضايق ومانه على بعضه. حتى شوفي اتصلت فيه أكثر من مرة ومانه عم يرد. اي أكيد حازم عم يتذكر ريم. أكيد. بس الله يرضى عليكي، هذا الحديث ما بدي ينجاب قدام أمي أبدا، بينشغل باله. أهلين ست الكل. أهلين ماما. أهلين حبيبي. أهلين ماما. شو هالسيرة اللي بينشغل بالي عليها؟ لكن عم بحكي كيف بدنا ننسق الورود، كيف بدنا نقعد الناس المعازيم، شو بدنا نقدم لهم، يعني هي قصص أنت بتشغلي بالك فيها، فما بدي إياك. بلا لف ودوران، اللي شو اللي صاير؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. خير. يا ستي حازم برات الأوتيل. شو هالحكي؟ لوين طلع؟ ليكون غير رأيه وهرب من العرس؟ لا ماما طولي بالك، شو هالحكي؟ حازم أكيد ما بيعمل هيك. ما بعرف، يعني لا تكون نايا تصرفت معه شي تصرف غلط أو سمعته شي كلمة جارحة. يا حبيبتي الله يخليكي لا تحطي نايا بالنص، البنت ما لها علاقة. حازم متضايق من مبارح والسبب أنت بتعرفيه منيح. صح. وكملت معه شاف أهل ريم. تماما، ولهيك ما بدي ينشغل بالك. أنا هلا بنزل بدور عليه وأنتوا اشربوا قهوة. يلا بالإذن. تمام. شغلي بالك. رهف؟ شو بتشتقت لها؟ أنا اشتقت لك كمان. حبيبي، تأخرت شوي. شغلت. اشتقتي لي كثير؟ كثير.
بعض الروح إني أعيش نصف الحياة بنصف القلب وصمت بين ضلوع يبوح ببعض الروح ببعض الروح إني أعيش نصف الحياة بنصف القلب وصمت بين ضلوع يبوح ببعض الروح. اشتقت لك. وأنا كمان اشتقت لك. فكرة حليانة كتير وهذا اللون كتير طالع هيك عليك حلو. مرسي بس مش هذا الحكي الجاي اسمعه منك. مزبوط مزبوط كلامك، يعني مو وقته هذا الحكي، تأخرت كتير أنا مزبوط. لا سامر ما تأخرت، يمكن هاي فرصتنا الأخيرة لنرجع لبعض ونكون عائلة إذا أنت ناوي. لا نايا مستحيل هذا الحكي يصير، لأنه أنا من أول ما عرفت أنه تحدد موعد كتب كتابك وعرسك بسطت لك كتير. مبسوط؟ شو عم تحكي؟ إيه بسطت لك، بسطت أنك حتستقري مع شخص يقدرك ويحترمك، بس أنا مشغول بالي على ماما وبابا، يعني مين بدي أضل معهم، مين بدي يهتم فيهم، وأنت أكتر حدا كان يهتم فيهم. كتير بتمنى أني أرجع على بيت أهلي لحتى أدير بالي عليهم، وما حدا حيقنعهم بهذا الموضوع غير انتي. ليه ساكتة؟ انت هذا كل اللي همك؟ انك ترجع لعائلتك ولبيت اهلك؟ وانا؟ وابنك جود؟ عائلتنا نحن؟ ما بتعنيك شي؟ سامر انت بعدك بتعني لي، أنا بعدني أحب أرجع لك، نرجع نكون عائلة. فكر فكر قبل ما أتجوز الليلة، خلينا نرجع لبعض. ناي أنت ليش ما بتفهمي علي؟ أنا تزوجت، بحبها لمرتي كتير ومستحيل أرجع لك، بس أنا من حقي أرجع لبيت أهلي، وأنت الوحيدة اللي ممكن تساعديني. أنا؟ بدك ياني أنا ساعدك؟ شو أنت بلا أنا؟ هذا حقي، أنا ابنهم الوحيد وأنا اللي لازم أقعد بالبيت مو واحد تاني، وأنت الوحيدة اللي فيكي تقنعيني. أنا؟ ليه أنا؟ روح أنت فهمهم. لأنهم واثقين فيكي وبيحبوكي أكتر مني. يا ريت أنت تحبني قد نص ما هن بيحبوني. نايا لا تخلوني أعمل شيء تندموا عليه كلياتكم، بتروحي لعندهم وبتقنعيني. ليش شو فيك بعد تعمل أكتر من هيك؟ أنا فيني أعمل كتير، بتروحي لعندهم وبتقنعيهم. مبروك. كيف يعني ولا شيء؟ دائم شيء؟ هيك بس شوي خايفة. شو خايفة؟ مني؟ لا لا، خايفة من الأيام اللي جاية.
معك حق، معك حق. تعرف يمكن طرينا واحد أنا وأنتي، ما بعرف. خلينا نجرب للآخر، خلينا نجرب. نورين. اهلا وسهلا. شرفتوا شرفتوا شرفتوا. اهلا وسهلا يا ميت. اهلا وسهلا يا ميت. اهلا وسهلا. شكرا يا ريت. عبال الفرح بدي اكل ان شاء الله. اهلا وسهلا. نورتوا نورتوا نورتوا. شكرا. ما شاء الله حولك طالعه مثل القمر. ان شاء الله يا رب ايامك تكون حلوه وبيضه مثل روحك. حبيبتي الله يخلي لي اياك. حازم حبيبي، نايا امانه برقبتك. جود نايا بعيون. تسلم. يلا عم ننتظركم جوا. يلا شدوا حيلكم. تعال جدو. رح تتركينا يا بابا؟ ايه من هلأ اشتقنا لك. وأنا رح اشتاق لكم كتير. ألف مبروك حبيبتي، ألف مبروك كرام. بارك فيكي مامي. إن شاء الله كل أيامكم بيضة مثل الفستان اللي أنتي لابستيه. إن شاء الله يا رب. عينك عليها ها، هي روحنا وعم نعطيك إياها. ولو عمي بعيوني. يلا حبيباتي، نحن رح نسبقكم لشو. تفضلي. Gracias.
ليك قديش حلوة. اي والله ما شاء الله طالعين بياخذوا العقل. بنتك يا إلهي شو بتحبي المكان. بتصدي راح يصير معي فرق من القصة هاي. هلا هذا بتمام. بتعرفي نغم؟ شو حبيبي؟ ما نصدق أنت تخلص الحفلة ويطلع الصباح ونسافر معك. لهالدرجة؟ لهالدرجة وأكثر. بتعرفي شو بدي أقول لك؟ لا ما حاسب بالك اهلي عم يطلعوا فيني. او اذا شو يعني مرت انا عمو حبيبي صابت بعدين. يا عريس ليش برات غرفتك؟ انت شو عم تعمل هون؟ والله جاي اطمن عليكم. جاوبني ليش برات غرفتك؟ هلا انت شو عامل بالغرفه؟ ليش ناقص شيء؟ قلت لهم يزينوها هي وغرفه كرم. ها انا طلبت منك تزينها؟ انا طلبت منك تزينها؟ لا حول ولا قوه الا بالله. شبك لك اخي؟ طول عمرنا بنعمل عرس ومنزين غرفه العريس، شو الجديد؟ ولا ما بتعمل هيك انت؟ يا اخي انا ما بدي كل هالمظاهر تصير، ما بدي، واذا صارت بدي اياها بالحد الادنى، ما بدي. انت بالضبط بتعرف ليش انا تجوزت؟ انا تجوزت مره ثانيه مشان نور. ايوه، وانت ما لاحظت اني عملت عرس بالحد الادنى؟ وهذا عرس اخواتي. عرس اخواتك؟ هذا عرس كرم. هذا السبب الاول، السبب الثاني برجع بقول لك مشان نور. لك اخي ما بصير هالحكي، ما بصير. بعدين شبك ليكك احلى عريس. الله يرضى عليك. تعال بتفوت على غرفتك وبتنبسط. ايه يلا
فوت ها. مين هالملاك اللي واقف قدامي؟ بعدين انت مين سمح لك تشلحي الفستان وتشيلي الطرحه؟ اذا بدك برجع بلبسه. ايه بدي. بتعرفي شو؟ بدي اعمل مثل المسلسلات. بدي فوت على الغرفه تكوني انت لابسه الفستان وحاطه الطرحه وخجلانه كثير. بقوم انا بيجي وبرفع الطرحه وبشوف هذا الوش اللي مثل القمر. كانت سارة الحمد لله الحمد لله كثير انبسطنا. أولاً الكل انبسطوا ونحن قمنا بواجبنا بشكل كثير 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 منيح. الله يديمك فوق راسنا يا حق. يعني الحقيقة فرحتي ما بقدر. انت عصنات؟ لبابا ما بده ياخذني معه بالسيارة. لا مين هيك قال انه ما بده ياخذك معه بالسيارة؟ شو هالحكي هذا اللي عم تحكي انت؟ بس هلا حبيبتي بابا ما له فاضي، بس بوعدك بس يفضى غصب عنه ها رح خليه ياخذك معه بالسيارة. ايه حبيبتي انت حبيبتي. وينهم هدول؟ تشرفوا. عم افرق طريق بيوقف هالزمان، وين ابتدى وين انتهى؟ كفي بلا رفيق اتعود عالنسيان.